فهي الفكره كلها ان انا ايوه مش عارف اجيبها لك ازاي. كابتن يعني هدايه ممكن اتصور معاكي؟ اتفضل. والله انتي مشرفونا ومطوله قرابتنا جدا. ميرسي. شكرا قوي. مالك في ايه؟ في ايه؟ مفيش، ده عاشر حد يجي يتصور معاكي وانا مش عارف اقول الكلمتين على بعض. على فكره الناس لما بتمشي انت بتفضل ساكت وبتفضل تتهته كده. عندك حق، عندك حق. ما هو انت برضه هدايا عندك هيبه كده بتخلي الواحد مش عارف يقول الكلمتين على بعض. طيب انا لازم اقوم كمان خمس دقايق، هتقول حاجه ولا لا؟ اه طبعا، اه طبعا هقول حاجه. اه طبعا. خمس دقايق ايه التوتر ده؟ بقولك ايه؟ هو انتي ما بتقوليش لأي حد لا على الصور خالص صح؟ لا ما ينفعش، دي ناس بتقدرني. حلو قوي. طب هدايا انا عايز اخد معاكي صورة. اوكي اوكي. بس الفكرة بس ان هي مش أي صورة يعني. الصورة دي تعتبر أهم صورة في حياتي مثلا. هي مميزة. الصورة. لأن هي هتبقى عبارة عن اتنين واقفين في صورة واحدة، وانتي لابسة فستان فرح وانا لابس بدلة بيبيون. وقبل ما تقولي اي حاجة، ده بالظبط لنفس السبب اللي انتي لسه قايلاه من شوية. ناس بتقدرك، انا بقى بقدرك وبحترمك وبحبك هدايا. صدقيني هدايا انا بحبك قوي، وهكون اسعد واحد في الدنيا لو انتي وافقتي تتجوزيني. يعني الفكرة بس كلها إن أنا يعني إيه ده يا هدايا؟ أنت اللي معادك هنا؟ مش كنت ماشية؟ أيوة أنا ماشية دلوقتي يا كابتن. ومين الأمور، ممثل ولا إيه؟ أمور؟ ده عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن، كابتن منتخب مصر للطايرة. مش أمور قوي يعني. كابتن عبد العليم، مدربي من أيام النادي ومنتخب الناشئين. أنا بقى اعتبرني زي أخويا الكبير، اعتبرني زي ما تعتبرني. المهم لو عوزت منها حاجة تيجي تكلمني أنا، ماشي؟ آه طبعا طبعا يا كابتن طبعا. طب انا همشي انا عشان الكابتن شكله متعصب. يلا يا هدايا فكري في اللي قلت لك عليه. فرصة سعيدة جدا يا كابتن. اهلا وسهلا. مبسوط ان انا شفتك. نورت. مالك يا كابتن في ايه؟ ماليش. ايه يا ليمو في ايه مالك؟ انت اللي مالك فيه، مش على بعضك ليه؟ انت بتغير عليا يا ليمو؟ لا مش بغير. ايوه بغير عليكي. وبعدين انا خايف حد يضحك عليك، بنحضر لبطوله كبيره، مش فاضيين للكلام ده. لا ما تخافش عليا، انا جامده هعرف اركز. اه كلهم بيقولوا كده في الاول وفي الاخر بيقعوا على بوزهم في اللي اسمه ايه ده. اسمه ايه؟ اسمه الحب. مش عيب على فكره، انا عندي 24 سنه. والله انت عامله نفسك كبيره. اجيب لك صورك وانت عيله صغيره؟ وبعدين اللي بيحب دوت بيخش البيت من بابه، ما بيقعدش على كافيهات. مش هنقضيها قصه وليله، يا اما والله العظيم هكلم باباكي في السعوديه اقول له. ماشي، لو حصل اي حاجه هقول لك تكلمه على طول. فك بقى ليمو خلاص. طيب فكيت؟ فكيت. طب احنا كده كده ايه؟ جامدين. ماشي يلا بينا. Watch it.